نزولاً من الأعلى ومن خلال ما يقارب 30 درجة، يستطيع أي زائر الوصول إلى حمام النعيم البخاري الواقع بمنطقة الجحملية شرق مدينة تعز. يستقبل هذا الحمام الذي بني على طراز فنون العمارة في عهد التواجد العثماني في اليمن يومياً عشرات المرتادين الراغبين في قضاء متعة الاستحمام بالبخار. مشان يعني يتغير الجو ويتجدد النشاط ويتنظف الواحد ويشعر واحد ب يعني حياة جديدة، يعني نشاط جديد، يستعيد منها الجسم، يستفيد منها اسمه، يخرج واحد الأوساخ كل شيء ما في به. الحمام عبارة في الأصل عن مجمع يقسم من الداخل إلى غرف مغلقة تتصل ببعضها البعض عن طريق ممر، ولكل من هذه الغرف طبيعتها بالنسبة لدرجة الحرارة فيها. فالغرفة الوسطى في هذا الحمام هي أول مكان يصله الشخص الذي يريد الاستحمام، ودرجة الحرارة فيها طبيعية بحسب الجو العام. يوجد في هذه الغرفة التي تعتليها قبة وعليها قمريات وشواكيس مخصصة لدخول الضوء. يوجد فيها حوض للاغتسال والتسنن الذي معه يكون الشخص قد أنهى عملية الاستحمام. وإذا كان من بداهات القول أن كثيراً ممن يقصدون حمام النعيم في تعز هو بغرض تنظيف الجسم وتجلية المظهر وصولاً للنظارة، فإن هناك من تكون زيارته لحاجة الاستشفاء والاستطباب والتي توفره هذه الأماكن، ولا يمكن الحصول عليه عن طريق الاغتسال بالطريقة الاعتيادية الطبيعية. بس شفت انه قد في صحيا وله امراض قد يفيد، وبنفس الوقت تشعر بانتعاش، تشعر بسعاده بعد الحمام كونه طبيعي. التدليك فوائده انه يبعد الاوساخ، يحرك الدوره الدمويه، ينشط الجسم، يفتح المسامات، يعني الاملاح اللي بالجسم يخرجين، اللي يشتي مساق، اللي بينه عصبه نقرح له عصبه، اللي بينه كرض بالمفصل، اللي بينه فر ولا قلب بطنه، يعني يجي الحمام للعلاج لهذه الحاجات الاشياء. يجي يدخل داخل يمتد على بطنه على ظهره على المكان اللي يوقعه، الحمام يشل الوجع اللي بينه. يحضر بعض العرسان إلى هذه الأماكن الدافئة حيث يحظون بمزيد من الاهتمام ويحصلون على بعض اللمسات من خلال تدليك أجسامهم بالحنة والسدر المخلوط بالزيوت الطبيعية لإعطاء الجسم طراوة في فرحة العمر ومنح العريس نضارة في الوجه. العرسان يعني اهتمامهم نعمل له الغسل، العلب هذا، الحنة، الزيت، نخلط العلب مع الزيت، نقوم بدهنه على الجسم كامل وفحصه تمام بشكل جيد من شان يخرج العريس وهو مرتاح نفسيا. يعتبر حمام النعيم واحدا من 2 حمامات بخارية توجد في تعز، حيث تعمل هذه الحمامات بالطريقة التقليدية، وذلك بإحراق مخلفات حيوانية التي توضع في سراديق تقع تحت غرف الحمامات، وهي التي تؤدي وظيفة تسخين الغرفة ورفع حرارة المكان، وبالتالي زيادة التعرق للمرتادين مهما كانت برودة الجو العام في المنطقة. من المواد الوقود نستخدم له الدمال حق البقر والغنم ولا ذا، نخلطه مع السليط الحارق، نخلطه ونحرقه ونجلس للصيف، يعني حق مدة 5 ساعات كذا. ويعد هذا الحمام واحدا من المواقع التي لها تاريخ في تعز، وارتبط بناؤه في حقبة زمنية مهمة من تاريخ هذه المدينة العريقة.